السلام عليكم. اكتر وقت بنزيد فيه هو الوقت ده، عشان كده انا مشيت عكس الاتجاه تماما. عاملين النهارده الاكله اللي انتوا شايفينها ديت والسلطه ديت بدون نقطه زيت واحده، اكله صحيه 100%. يلا بينا نشوف المقادير وان شاء الله تنفذوها وهتعجبكم قوي قوي قوي. جاهزين؟ يلا بينا. اول حاجه بجيب حوالي جمتها 400 جرام كده من اللحم، يكون شرايح وتكون ما فيهاش طبعا اي دهون. نبدا نحطها عندنا بوله ونحط عليها شويه فلفل اسمر واحط عليها ميه بصل، تمام كده، سنه ملح بسيطه قوي يعني لا تذكر يعني. بعد كده على ما تتبل معايا واسيبها في الثلاجه لمده ساعه كده او ساعتين، هجيب عندي بصل اقطعه شرايح رفيعه، فلفل اصفر رومي وفلفل احمر، لو مفيش يبقى فلفل على طول اخضر وزي الفل. اخد اللحمه ديت وابدا ان انا اشوحها على الجنبين في طاسه عندي على النار بدون نقطه زيت واحده، والطاسه تكون تيفال زي اللي قدام حضرتك ديت. اقلبها كده على الجنبين ونبدا ناخد عندنا اللحمه ديت بعد ما تتشوح معايا كده نص سوا، وابدا ان انا ابص في نفس الطاسه ديت اقوم حاطط عندي البصل اللي انا مقطعه عندي شرايح، ولا بضيف سمنه ولا بضيف زيت ولا بضيف اي حاجه. ابدا لان الميه اصلا الموجوده الطبيعيه اللي موجوده في البصل هي اللي هتنزل دلوقتي. احط عندي الفلفل الالوان بعد ما اشوح البصل ويدبل وياخد عندي لون ذهبي كده حلو وما يبقاش غامق قوي، اقوم جايب عندي 3 معالق من الصويا صوص الغامق، عشان كده ده الملح اصلا هو ده اللي يظبط نسبه الملح اللي موجود في الحاجه. كوبايه ميه سخنه يا باشا ونقوم مدينها على طول عليها، واسيبها على النار شويه حوالي 2 دقيقة كده ولا حاجه. بعد 2 دقيقة بقلبها كده واظبطها، اقوم واخد عندي شرايح اللحم اللي انا مقطعها ديت ومتبلها وشوحتها، اقوم حاططها ونديها 2 دقيقة كده ونروق لها المسائل، ونقوم مغطيين عليها لمده نص ساعه على النار هاديه. بجيب عندي مكرونه، هتلاقي مكرونه في اي سوبر ماركت مكتوبه بالشوفان، ودي حاجه كويسه جدا على فكره يعني، وطعمها حلو قوي على فكره يا جماعه يعني، بدون ما احط زيت ولا ملح ولا اي حاجه. بجيب عندي نص الكيس، هو ده اللي هستخدمه بس، مكرونه بالشوفان حلوه جدا على فكره وفعلا صحيه جدا. اقلبها كده 2 تقليبتين على النار واسيبها لحد ما تبدا ان هي تستوي. تعالوا نعمل عندنا السلطه بقى. السلطه دي بجيب عندي خس الكابوتشا وابدا ان انا احطه عنده في البوله واقطعه، اجيب خيار واقطعه شرايح، ركزوا والله السلطه ديت مش طبيعيه يا جماعه. فلفل الوان احمر واصفر واخضر، بجيب عندي بصل ابيض واقطعه شرايح، بجيب عندي طماطم وابدا برضو اللي انا اقطعها شرايح، بعد كده بقوم جايب عندي بقدونس عشان الحرق، افوكاتو بقى يا جماعه دي بجيبها تكون طيبه كده وحلوه وابدا ان انا اقطعها كده بالسكينه والف لفه كده بايديا تطلع معايا، بشيل البذره بتاعتها واجيب معلقه وابدا ان انا افرغها منتهى السهوله بالمعلقه، وببدا ان انا تلاقي الموضوع سهل جدا طالما هي يعني مستويه معايا. لو مش مستويه بحط لها طبعا ورقه زبده واحطها في مكان مظلم. بجيب عندي سماق وابدا ان انا احطه شويه كده صغيرين، عصير ليمون، وبعد كده اقلب الخلطه دي كلها مع بعضها والسلطه تكون عندي جاهزه. لو عايز تحط شويه ملح صغيرين مفيش مشكله. تعالوا نشوف عندنا اللحمه، يا عيني يا عيني على الالوان والجمال، متخيله دي من نقطه من غير نقطه زيت واحده. اجيب عندي الطبق وبعد ما المكرونه عندي استوت معايا واتسلقت نبدا نحط عندنا المكرونه في جنب، وعندنا اللحمه الجميله الشرايح اللي انا مقطعها رفيعه جدا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقدم الطبق. اتمنى ان شاء الله الوصفه الصحيه دي تكون اعجابكم. خلي بالكم بنزيد في الشتاء، لازم ناكل اكلات صحيه. اشوفكم على خير، سلام عليكم.